انسق وتصريح كذلك من عند اللاعب من فريق الاراضي اللي فاز بالنهائي اللي تكلمنا كذلك على المشاركه ديال الفريق. اولا كنشكروا بعدا جمعيه الصامد الفاوي على تنظيم هذا الدوري اللي كان ناجح بامتياز. كنشكر الفريق ديالي على اللي قدم مقابلات جيده طيله هذا الدوري وبينوا على مستوى تقني واحترام اللاعبين والروح الرياضيه اللي سادت جميع المقابلات، والحمد لله توجد المجهودات ديالنا بالمركز الاول. وكنشكر الدراري كامل والظروف اللي جرى فيها النهائي، يعني النهائي كان نديه تنافسيه، كان واحد الانسجام بالدراري اخويه ما بين جوج الفرق اللي لعبوا في النهائي، والحمد لله يعني. ونتيجه المباراه؟ نتيجه المقابله 5-3 5-3 يعني كان تقريبا المستوى متقارب. المستوى متقارب، نيدية تنافسية، معروف الحماس و نعم كذلك، خصوصا في الشوط الأول كان يعني انتهى بالتعادل. الشوط الثاني هي تداركنا الموقف حنا وحسنا الأداء ديالنا الحمد لله وتوجنا الحمد لله.